يلا سمير. السلام عليكم، انا سميرة العنبري ام الراجع اللي مشى من المستشفى بنو طفيل. كنتمنى من شافت اختي راه تسمعت والدي ان شاء الله يجازيها بخير على البيه السلطه. انا راه ماشي فرجت فيه ولا هملت ولا شي حاجه، انا راه كنت قاعده في بلاصتي، جا طبيب هبط لابس حوايج البلوك نهزن وكانت فرملية معايا وكان كيمشي ويجي وسط الطبة وسط الفرملية، يعني بطبيعة الحال ما نشكش فيه. جا قال لي عري لي على الفتيح، عريت لي عليه قال لي انا اللي فتحت لك. قلت لي بارك الله فيك يا دكتور، ولدي كانوا فيه شي ضغوطات نتاع الولادة، يعني دزت من لاصال داك شنويا الاولى دزت الفتيح وريته ليه بحال هكا. قلت لي ولدي كان قال لي شافوا دكتور الاطفال؟ قلت لي لا. قال لي انا غادي نمشي نشوف واش كاين. مشى واحد شويه رجع قال لي كاين دكتور الاطفال. قلت لي الله يسلمك ويقول لي اري لي نعطيه ليك. قلت لي انا ما قداش نعطيه لك، حيد لي ليزر. قال لي فازق علي راه بغا يضربوا البرد. ويل ويل في المنطه والدا ما بين الوحده ونص وجوج، ما باقيش شفته، ما باقيش باقي طالعت بيه. واللي سولته عليه قال لي كيقول لي ما عرفتوش. كنقول الفرمليات من ربع ساعه الله يجازيكم بخير، ولدي كيقول لي ماشي خدمتنا عاجيك. وانا خدمت من انا راه والده